من هذا المنبر تنقل للمواطنين المشاركة هي ماشي غير واجب وطني، ماشي غير انها تتعاقب عليها اللي ما شاركش لان القانون تيعاقبه، لا هي واجب وطني وهي شهادة من الأسرة ورب الأسرة والمشاركين في الأسرة أنني أعلن انتمائي لمجموعة بشرية ديال المغاربة. لهذا هذا كل اللي تيكونوا بعد النوبات تيدير الفيلا ويدير الكلب فيها ويجي هذاك خصو مشكلة باش يدخل لها عنده، قل له ودي الله يخليك زول الكلاب وحل الباب ودخل الإنسان وقل للناس شنو عندك، وما حتى واحد ما غادي يحسدك وحتى واحد ما غادي يديلك وحتى واحد ما غادي، ولكن بالعكس إلا ما كنتيش راك تسوض على راسك خارج المجموعة الوطنية، وإن كان راه غادي نضطروا نقولوا نفضحوا اللي ما شاركش، لأنه اعتبر راسو أنه أنه الغنى ديالو تيعفيه، اللي بغى يخرج من المجموعة الوطنية يخرج وليأخذ هاد الناس وليأخذوا من هاد الناس العبرة ممن يفتحوا أبوابهم من عيلية هاد البشر، ماشي بالغنى ولكن بالشرف وبالمسؤوليات الوطنية. لهذا إحصاء ماشي ديال للفقراء، هذه إحصاء للمغاربة والوضعيتهم كيف تيعلنوا عليها وكيف تيقولوها وكيف تيعبروا عليها.